35 كيلو متر هي مسافة الطريق الرابط بين مناطق عزلة محيد ومدينة جولة الريدة مركز مديرية ميفعة. ورغم قصر المسافة إلا أن سالكي هذا الطريق يشكون المعاناة اليومية المليئة بالمتاعب والمشاق والعذاب. احنا نعاني من الطريق من جولة الريدة لما محيد، نعاني معاناة كبيرة، ما عندنا طريق ورملة حسب ما شفتوا الوضع كله قدكم، والمسافة يمكن 35 كيلو أو تنقص أو تزيد الله أعلم. والعاني يعني معاني أول ما كان التعليم ما فيه، الصحة ما فيه، المياه ما فيه، الطرق كل بلد انضوها مشاريع إلا محيط ما انضوها شيء، ولا كلها البلاد لما الحناكة حق سلمون أعطوها كلها مشاريع وكهرباء وإحنا ما عندنا شيء مقطوعين. تقول ما إحنا من مديرية ميفعة ولا إحنا يعني الأقرب للحكومة ولا شيء حكومة عندنا. مريضنا تعبان ما الشلة من عندنا إلا هو تعبان ما عاد يوصل إلا، أما يعني مات ولا وديناها مكان من سبب الطريق. مسافة هذه الطريق كلها ترابية بل صحراوية يتعرقل فيها سير المركبات التي تنغمس إطارتها وسط أمواج الرمال، ما يتسبب في التأخير والعرقلة من خلال استغراق ساعات شاقة ومتعبة حتى يتم تخليصها. ومرور الأهالي عبر هذه الطريق مسألة إجبارية وليست اختيارية، فهي الطريقة الوحيدة التي تربط مناطق العزلة بعاصمة المديرية والمناطق الأخرى، ويعتبرها السكان واحدة من مصائد الموت حيث يفارق فيها بعض المرضى حياتهم قبل أن يتم إسعافهم للعلاج في عاصمة المديرية أو مدينة عزان، بالإضافة إلى تزايد الحوادث المرورية التي ينتج عنها سقوط الكثير من الأرواح البشرية. مثل ما شفتم أنتم معورة الطريق، طريق رملية، طريق كلها مكسرة، يعني 25 كيلو الواحد فيها يجلس 3 ساعات، معانا تغريز، بنشر، انقلاب موترات، سياكل، حوادث لا تعد ولا تحصل، السياكل شهريا. فالمنطقة منطقة محيد دومة تماما من الخدمات، لا كهرباء، لا اتصالات، لا طرقات، معاناة كثيرة، لا اتصال ما تجي. أكثر المعاناة هي في الطرقات، إذا عندك مريض 25 كيلو تجلس فيها 3 ساعات، أغلب الحالات توصل حالة حرجة إلى المستشفى، أقرب مستشفى هو مستشفى عزان ميفعة، توصل مريضك وقدها متهالك، لا أني لأخس درجة. تعبيد الطريق الرابط بين جول الريدة وعزلة محيد في مديرية ميفعة كان وما يزال حلما يراود السكان وفي انتظار تحقيقه لعله يدفع عنهم هذه المعاناة التي تلازمهم، سيما وأن قرى عزلة محيد ذات كثافة سكانية وتعد مناطق حيوية يمر عبرها خط أنبوب نقل الغاز. زبين عطية، اليمن اليوم، محافظة شبوة.